إمكانيات مركز النظافة نسمة منتهية جدا، من ناحية الآليات ومن ناحية مصروفات التشغيل ومن ناحية العمالة ومن ناحية تأخر المرتبات، وإمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا. لم نلقوا دعم من الجهات المسؤولة بما وزارة الحكم المحلي بالحكومات المتتالية، غاضين النظر على شركات النظافة رغم أنه هو قطاع مهم وقطاع حساس بالذات في وقت تفشي جائحة الكورونا الآن، والشركات تعاني وتئن من قلة الإمكانيات، إمكانيات معدومة نهائيا ولا حياة لمن تنادي للحكومات المتتالية والوزارات المتتالية، وعود فارغة لا تجدي بنفع أبدا ولا تسمن ولا تغني من جوع. نامل من وزارة الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي النظر في شركات النظافة بأقرب وقت ممكن وإسعافها بما يمكن إسعافها، ومن السيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن يخصص ميزانيات لهذه الشركات.